المزمور 20. ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا، ليكمل الرب كل سؤلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحي، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه، هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فباسم الرب إلهنا نذكر. هم جسوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص، ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا. الليلويا.